السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم زخارف بارزة على المسطحات الطينية. في هذا الفيديو إن شاء الله نتعرف على طريقة عمل هذا الشكل باستخدام الحبال وجعلها بارزة كزخرفة على سطح الطينة. أتمنى طبعا إذا استفدتم الفيديو لا تنسى تعمل لايك وتعليق واشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. شوفنا أدوات الرخامات. عندنا هنا بعض الأدوات اللي نستخدمها، وطبعا بنستخدمها في معظم الأعمال الفنية الخاصة بالطين أو بالفخار أو الخزف. أول شيء عندنا هنا عندي طينة سائلة، والطينة السائلة دي بتكون عبارة عن طينة عادية، قطع صغيرة من الطينة العادية زي هذه كده مثلا، أخذ قطعة زي كده وأجعلها تذوب في الماء، بضعها في كوب وأبدأ أقلبها بالشكل ده إلى أن تذوب في الماء. بنضع عليها ماء قليل يعني ما يكون كثير، بحيث يكون لها قوام زي ما احنا شايفينها كده، لها قوام سميك شوية. يقولنا هذا من الطينة العادية اللي هي زي هذه. بعد كده عندنا طبعا بيقولنا بنقوم تقليبها كثير إلى أن تذوب في الماء بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عندنا بعد كده قطعة قماش ودفرات، ممكن دفرة زي هذه أو مسمار صغير أو أي شيء مدبب مثلا ممكن يستخدم، والطينة طبعا بتكون موجودة في المكتبات اسمها عجينة سيراميك، في منها لون أبيض وفي منها لون بني، احنا بنجيب اللون البني ونستخدمه معانا، وقطعة من الفلين أو الكرتون. ممكن تكون مثلا مقاس 10 سم في 10 سم أو 15 في 15. نبدأ ناخد قطعة زي هذه كده، وقطعة صغيرة نصفها مثلا، وأبدأ أفردها لأن أخليها مربعات الشكل مثلا. بهذه الطريقة. بعد كده طبعا هنجيب قطعة الفلين اللي هي موجودة عندنا احنا مجهزينها من قبل، وقص على نفس حجمها الطينة أو شريحة الطينة اللي احنا عملناها هذه. نقصها بقى باستخدام مشرط أو سكين أو أي شيء من هذا القبيل. بعد كده أهو نضعها على قطعة الفلين. نحافظ على اطرافها تكون مظبوطه معانا. طبعا وضعت على قطعه الفلين عشان ما تخرب كل ما احركها معايا في يدي. قلنا فلين او كرتون المتوفر موجود عندكم. بعد كده بقى ممكن نرسم الرسمه على ورق الشكل اللي انا عايز اعمله، بعد كده اضعه على الطينه، اطبع على الطينه، او اني ارسمه مباشره بهذا الشكل. نرسم شكل فراشه، بنقسمها بالشكل هذا كده اهو، والنصف الثاني بيكون نفس هذا بس يكون معكوس، النصف الايمن نفس النصف الايسر بهذا الشكل كده اهو، يعني النصفين بيكونوا نفس بعض. ممكن طبعا اللي ما يعرف يرسم على الطينة مباشرة ممكن يرسمها على ورقة، بعد كده يضع الورقة فوق الطينة ويبدأ يعمل. كل ما في الموضوع بقى انا هبدأ نعمل زي خدوش او تنقيط زي كده عشان اما بدي اثبت الحبال على الشكل تثبت بشكل جيد اهو. بنعمل الشكل كله كده. طبعا بعد كده نضع الحبال عليها، يبقى احنا استخدمنا الحبال، عملنا الحبال واستخدمناها بطريقة مبتكرة شوي في عمل اشكال وزخارف جميلة. طبعا ده غير الأشكال اللي هي زي شكل الإناء أو الكلام ده، ده شكل يعتبر مسطح. نبدأ بقى نشوف بقى هنا الحبال. ممكن نعمل الحبال كلها من قطع صغيرة زي هذه، وأبدأ أبرم الحبال بالشكل هذا للأمام والخلف زي كده، ونراعي في إن الحبل يكون سمكه كله واحد. في الأشكال هذه نحاول نخلي الحبال رفيعة
طبعا عشان كل ما بيطول الحبل معايا ما اقدرش اتحكم فيه، فبالتالي بصغر شوية عشان ابدأ اتحكم فيه واعمله مظبوط يكون كله سمك واحد. طبعا ممكن نعمل مجموعة من الحبال ونضعها داخل اكياس بلاستيك بحيث انها ما تجف وما تشقق. شايفين الحبال بتكون رفيعة شوية. بنضع بقى، نجيب الطينة السائلة. طبعا الطينة السائلة هذه يعتبر هي الصمغ اللي بيثبت لي الآه الطينة في بعضها. بنستخدم فرشاة ونبدأ نضع الطينة السائلة بالشكل هذا. بمشي بقى الحبل كده على الخط الخارجي. بضغط عليه قليلا عشان يثبت معايا. ممكن بنعمل أشكال داخل شكل داخل شكل الفراشة نفسها. اللي بعمل في الجزء الأيمن هو نفسه بكرره في الجزء الأيسر زي ما احنا شايفين كده. فبالتالي بنخلي الحبلين نفس حجم بعض أهو، وإذا كان في زيادات بنشيلها. ونضغط على الحبل قليلا عشان يثبت معانا. وابدأ اعمل حبل اخر. طبعا بقى الحبال بنستمر في عمل الحبال كل حبل زي ما انت شايفين كده. ممكن نعمل اشكال حلزونات بنملى بيها المساحات الفارغة اللي موجودة امامنا هذه. هنا مثلا لو كبير شوية بنقص منه، لو صغير زي ما احنا شايفين. الطينة السائلة مهمة جدا في تثبيت الشكل. وفي الحاجات اللي زي كده كل ما الحبل بيكون رفيع كل ما اقدر اتحكم فيه واعمل بيه منه اشكال جميلة ورائعة ايضا. وزي ما طبعا بنعرف بقى الأشياء اللي احنا عملناها في الجزء الأيمن وعمل نفسها في الجزء الأيسر. كده انتهينا من عمل هذا الجزء، بالتالي بنعمل الجزء الآخر بنفس الطريقة. عندنا هنا أيضا الجزء هذا هنعمله كده، هنعمل الجزء الأيسر نفس الطريقة. ونضغط على الحبل قليلا حيث أنه بيثبت على الطينة السائلة. عملنا حبل آخر ونضعه بنفس الطريقة في الجزء اللي على الأيسر هذا. احنا نعتبر عملنا الشكل هذا، نضع خط المنتصف كده وهذا من شكل حلزوني بالشكل هذا فوق، ونثبته أيضا بنفس الطريقة. ممكن نعمل لها إطار أيضا، لازم نعمل النقاط عشان يثبت الحبل بشكل جيد. بالشكل ده كده يعتبر احنا انتهينا من عمل شكل الفراشة هذه بشكل جميل عن طريق الحبال.
اتمنى طبعا لو استفدتم من الفيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.